كنت مرة بأستراليا، والله لا أبالغ، رئيس الجالية إنسان محترم جدا وعلى رتبة عالية علمية، ودعني في المطار وقال لي: بلغ أخواننا بالشام أن مزابل الشام خير من جنات أستراليا. والله الذي لا إله إلا هو. أنا أردت أن أستزيده، والله ما فهمت عليك. أستراليا قارة فيها 18 مليون وفيها فواكه لا نعرفها والأسعار رخيصة جداً. قال لي: يعني ابنك بالمية خمسين ملحد، والخمسين الثانية ياريت منحرف شاذ. وإن ما صدقتني سأل. من وقتها صرت أبحث عن إيجابيات حياتنا،